السلام عليك أيها. هذا العمل الرائع الذي هو بقية من علوم السلف وإبداع الخلف أظهره المولى عز وجل على يديكم، فنسأل الله تعالى أن يباركه لكم ويوفقكم لإتمامه بأبهى حلة وأجمل وسيلة. فهنيئا لأمتنا بأمثالكم، وهنيئا لكم بهذا الحبل المتين. وإنما أثلج صدورنا وصدور علمائنا ما خصكم الله به على السابقين والمعاصرين هذا الفتح المبين، ليؤكد حقيقة خيرية هذه الأمة وتجددها وتطورها في جميع المجالات وفي كل الأزمان. السلام عليك أيها.